السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث عن الشابتر السادس، كتاب الاستيعاب الأحمر أو الريدنج للمرحلة الثانية. بهذا الكتاب هنا عندنا طبعا بالبداية مرادفات، هاي المرادفات لازم تحفظهن، كل شيء يعني يحتاجهن تنسأل بهن باليومي أو بالامتحان الشهري. هذه المرادفات كلها تخص الشابتر السادس. زين، يعني مثل ما تشوف قدامك هذه هي مرادفات الشابتر السادس. الشابتر السادس مرادفات مهمة لازم نحفظها. هنا عندنا صح وخطأ بهذا التمرين الأول، reading the statements below، اقرأ هذه العبارات وأجب بصح وخطأ حسب القطعة. النقطة الأولى هي true، يقول according to the author listening is the one of the most important skill person need to be good supervisors. الإنسان حتى يكون ناجح لازم يكون مستمع جيد، ونعم هذه الإجابة صحيحة. الإجابة الثانية هي F، المقالة تقول أنه الاستماع يأتي بشكل يعني تدريبي، تتدرب يلا صير مستمع، وهنا يقول يأتي بشكل طبيعي. خطأ، خطأ جواب خطأ. النقطة الثالثة هي F، in the author breakdown of listening efficiently level 1 is the most effective and level 3 is the last effective. يقول المستوى الأول بالاستماع هو الأقوى والمستوى الأخير هو الأقل. بالعكس، لا، هذا الشيء مو صحيح، هي عكس هذا القاعدة. The fact that most English words have many meanings support the idea that the people don't communicate with words alone. الحقيقة أن الكلمات اللغة الإنجليزية تحتوي على أكثر من فكرة حتى تتواصل. صح، هذا الكلام صحيح. Level 3 listener looks level 1 listener looks for an area of interest in talker's message. يعني المستوى الأول أنه الإنسان من يريد يتحدث مهتم بالفكرة، صح. الثانية يقول pretend to listen، يقول level 2 يمثل بأنه يستمع، خطأ. رقم 7 level 2 listeners listens mainly to words but do not really try to understand. level 7 يقول المستوى الثاني يستمع إلى الكلام ولكن يعني لا يحاول أن يفهم ماذا قيل. صح، هذا الكلام صح. level 3 listener respond or become overly emotional، يعني المستوى الثالث يتأثر بالكلام. صح، هذا الكلام صحيح انه يتأثر بالكلام. level 3 رقم 9 level 3 listeners listen to the both understanding and respect. جواب خطأ، هذا level 1. level 1 هذا اللي يسوي هيك. زين، يعني عندنا تمرين بي هنا ايضا، the author main purpose، الغرض الاساسي من هذه القطعة to help people become better listeners، يعلمنا حتى نستمع بشكل جيد ونسمع الكلام حتى نستفاد من هذا الفكرة المعينة. رقم الثانية، الغرض من انشاء قصة ما بين بيل وديف هو to provide، لكي ينطينا مثال جيد للاستماع والى مهارات الاستماع. نجي هنا الى هذا التمرين، كلمات فوق ننزلهم جوا حسب المعنى، كلمات فوق ننزلهم جوا حسب المعنى. الجواب الاول، انا طبعا راح اعطيكم مفتاح الحل لكل واحده، النالج هي المعرفه. علي doesn't meet me in the، علي doesn't acknowledge، علي لم يخبرني بالاجتماع. even if I raise my hand to ask a question he just ignores me. بس يعني acknowledge me يعني لم يعني يعلمني ولم ينطيني خبر. طبعا هنا الميتنج هو مفتاح الحل، الاجتماع من نشوف ميتنج تخلي acknowledgement. رقم اثنين anticipate، اللي هي اللي يشارك. if you anticipate يعني ask for، هذا مفتاح الحل هو ask for. رقم ثلاثة being good listener can be for listener and the speakers. speaker trust respect، المفتاح الحل هو trust and respect. رقم أربعة attitude، if you have the attitude that would employs doesn't matter
your employees you won't respect or trust you. If you have the, إذا أنت عندك السلوك يعني your employees does not matter, your employees does not do, do not, will not respect or trust you. يعني إذا أنت عندك سلوك بأن الناس ما يهتموا ما تهتم الكلام الناس ما تهتم الشأن الموظفين اللي عندك الناس ما راح تثق بيك صح يعني doesn't matter هذا هو مفتاح الحل. رقم خمسة summarizing مفتاح الحل summarizing اللي هي يعني إعادة صياغة. رقم سبعة don't assume لا تفرض don't assume someone يعني لا تفتر ولا يعني لا تأخذ حكم على شخص معين بشيء يعني احتمال موقف معين يعني لا عدنا يعني هل أنت توافق أو لا توافق على ما يقوله يعني هنا هذا الكلام هنا طلابنا الأعزاء هذا التمرين ما راح أحله أني بس راح أفهمك علي شلون هذا الفكرة من هذا التمرين أكو عبارة أنت هنا هل أنت أجري توافق الفكرة أم لا توافقها إذا توافقها شنو السبب وإذا ما توافقها هم شنو السبب I am responsible for my own action feelings and behavior أنا الشخص المسؤول عن تصرفاتي وعن شعوري وعن سلوكياتي أنا برأيي الشخصي أنا أجري أوافق نعم يعني أنت المسؤول عن التصرفات وعن الشعور يعني ولو ان جوز المشاعر انت مو بكيفك يعني مرات انت مشاعر تحب شخص وما تعرف شنو السبب يعني اكو شخص لا بس انا برايي شخصي لا والله يعني اجري اوافق هذا الشيء لان انت المسؤول انت بنفسك تقدر توجه نفسك الى التهلكه وتقدر توجه نفسك الى طريقه زين وبقيه النقاط هم نفس الحاله اذا توافق الجمله قل له يس وانطي السبب اذا ما توافق قل له شنو السبب زين هنا عندنا building vocabulary موضوع مهم وهو adverbs of manner ظروف الحال ظروف الحال اللي هي باللغة الإنجليزية يعني اللي تحتوي على ly التي تحتوي على ly تعريفها مهم نحفظ كلش مهم مع حفظ مثال عليها حفظ مثال عليها لو الآن لو سألنا شلون تعرف هذا ظرف طبعا بالإنجليزي أو بالعربي نفس الشيء تسأل نفسك سؤال ب how أو كيف يعني مثلا I come to my school مثلا early جئت إلى المدرسة أو I went to the school early ذهبت إلى المدرسة أو جئت إلى المدرسة من المدرسة early الآن تسأل نفسك how do you come to the school كيف جئت إلى المدرسة I come early جئت مبكرا I come to the school by bus. أنا جيت للمدرسة عن طريق الباص. شلون جيت؟ جيت عن طريق الباص. إذن السؤال الظرف الحال تسأل بكيف؟ الجواب هو والجواب جواب كيف؟ جواب هو هو ظرف الحال. هذا هو ظرف الحال. هذه أمثلة علي كثيرة. الآن لازم تحفظ هذه الأشياء اللي تشوفها قدامك. حقيقة بقية التمارين أنا برأيي الشخصي أشوفها مو كلش مهمة يعني إذا أردت تقرأ فأحفظ هذه المفردات أحفظها ونزلها أنا بالتمرين إذا أستاذك طالبها من عندك أما بقية فأنا برأيي الشخصي ما أعتقد مهمات يعني كلش مهمات شوف فد كلمات عادية فد مواضيع بسيطة جدا بس عندناك إيه هذا الموضوع اللي هو الأدوات الربط إنه إحنا نستخدم أدوات حتى نربط الجملة من ضمنها مثلا however for example result هذه كلمات تستخدمها حتى نربط جملة بجملة أو عبارة بعبارة فقط ذني أنا برأيي الشخصي أشوفهن مهمات هذا كل ما يوجد برأيي الشخصي أنا لمادة الاستيعاب للمرحلة الثانية الشابتر السادس وإذا عندك أي طلب خاص أو استفسار تقدر تكتبه بالتعليقات إن شاء الله إحنا نجاوبكم وما نقصر ويا حضراتكم أتمنى تشتركون بالقناة وشاركون هذه الفيديوهات لزملائكم حتى يعرفون بهذه الدروس تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.